او بثلاث ايات قران، اللي هيعملهم مش هيتخن ومش هيعيا. ثلاث ايات قرآن. ايات كلوا واشربوا ولا تسرفوا. رجيم اهو، ربنا ما قالش منعوا نهائي. ولما تم المنع، تم المنع كنوع من انواع العقاب، تم منع شحوم الحيوانات كنوع من انواع العقاب لقوم معينين. فما فيش منع في الدايت. فاذا اي دكتور يقول لك امنع النشويات، امنع الدهون، ده كده من الاول خطا. وهنقول ليه. ساعات تكون الدهون اكثر اهميه من البروتين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اول ايه. الآية الثانية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أشرب مية كتير جدا. عطشان مش عطشان أشرب 30 ملي لكل كيلو. الطب اللي بيقول كده عشان تحافظ على الكبد والكلية وتمنع تكوين الحصوات وتخلي القلب يعمل بكفاءة، 30 ملي لكل كيلو. يعني لو واحد 70 كيلو يشرب 2 لتر و100 سنتي. واحد 100 كيلو 3 لتر. الآية الثالثة، وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. أصحى بدري ونام بدري. ايوه. اللي هيعمل دول مش هيتخن، ولو بيعملهم هو بيخس هيخس اسرع ومش هيرجع تاني. روشته حقيقيه وفعليه. بالظبط. اتباع مباشر لثلاث ايات. بالظبط. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. اللي هيعمل دول مش هيعيا اصلا ومش هيتخن، ولو بيعملهم هو بيخس هيحرق. لان زي ما قلنا قبل كده، طريقتين بس لفقد الوزن، مفيش طرق تالتة. ايه هما بقى؟ يقفل بقي واول ما افتحه هتخن تاني، يحرق اللي باكله. التلات ايات دول اكتر حاجة تعليلك حرقك. طب انا